على كل حال بقى نبدا بقى كده ونشوف. عايزين في البدايه بس يعني ايه نركز سنه على فكره التسامح، ان ده شهر التسامح. صح، نقطه كويسه جدا. تحبي تقولي ايه بقى في هذا الاطار؟ بص انا هقول لك على حاجه يا كريم، بصراحه الشهر ده بيعلمنا حاجات كتيره جدا، او بيخلينا نركز في نقاط يمكن احنا بنطنشها او ما بناخدش بالنا منها يعني في الشهور الثانيه. رمضان زي ما احنا عارفين هو شهر الخير والعطاء، شهر التسامح زي ما الكل عارف، هو شهر فضيل. المساوئ او اي حاجه احنا بنحاول ان احنا يعني نغيرها في نفسنا بيبقى الشهر ده يمكن فرصه كبيره جدا عشان نقوم بده، الى جانب طبعا الصيام والصلاه والزكاه والكلام ده كله. لازم كمان نبتدي نغير من نفسنا من جوانا. فكره ان انت تسامح دي نقطه مهمه جدا اللي انت ذكرتها على فكره. الناس كتير جدا بتعيش يعني سنين طويله من عمرها وبيبقى جواها كده حاجه زي ما تقول ضغينه او حاجه كده، يعني انا مش عارفه اطلق عليها مصطلح معين، بس زي ما تقول في كره، في نغزه جواهم كده ناحيه اشخاص ناحيه مواقف. انا رايي ان احنا لازم نبدا كده، وان شاء الله تبقى دي فرصه عظيمه جدا ان احنا نبدا ننسى كل حاجه ونركن اي حاجه بتضايقنا، حتى نسامح اي حد اساء لينا علشان نبدا من جديد. حلو قوي ان الواحد على فكره يبدا من جديد، انا بحب طبعًا دايما كده. طبعا. وبعدين على فكره بالمناسبه احنا بنتكلم مع حضراتكم عن قيمه التسامح من حيث المبدا كده، ليه؟ لان هي واحده من اعلى درجات مكارم الاخلاق. صحيح. خصوصا لما بنتكلم عن فكره العفو عن الإساءة والأذى، وبالمناسبة مش كل الناس عندهم القدرة على عمل ده. يمكن يعني فكرة برضو أرجع أقول محتاجة إرادة قوية جدا. صح. محتاجة شخصية. صح. قوية جدا، محتاجة قدرة على التسامح. وبالمناسبة من المهم جدا أن كلنا نزرع هذه القيمة في أولادنا وإحنا بنربيهم، دي نقطة مش لازم نغفلها بأي حال من الأحوال. وعايز أقول لحضراتكم كمان أن إحنا يعني طبعا إحنا في رمضان بنحيي قيمة التسامح، مش معنى كده ان قبل وبعد رمضان ما يعني ما نركزش في القيمه دي، لا مش ده الكلام. هي بس الفكره ان احنا بنستغل الروحانيات اللي بتكون موجوده في هذا الشهر الكريم عشان نبتدي نفتكر كتير من الامور اللي للاسف بنكون مشغولين عنها. احنا بنقعد يا نهوان على مدار السنه 11 شهر بيقول اللهم بلغنا رمضان. أيوة. اللهم بلغ، يبلغنا رمضان نتلاقي احنا بقى في الكنافه بالمانجا والقطايف بالنوتيلا وما شابه يعني، وننسى القيم المهمه. هقول لك على حاجه، خلينا دايما ندعي ان رمضان يعني لما يخش علينا ما يبقاش بس بيدخل علينا بفكره هنا ان احنا بنأدي يعني صيام وصلاه واخرنا بيكون مثلا الجوع من او حتى العطش. قول دايما يا رب كده كل رمضان لما يدخل عليا يغير في نفسيتي، يغير في حياتي، مش بس ان انا اشعر بالجوع والعطش. لا على فكره دي مأساة جدا ان انت رمضان يعدي عليك وكل اللي انت عملته يكون بس صيامك اللي هو الجوع والعطش. لا، انت لازم تغير من نفسك، واحنا حبينا ان احنا نبدا بده وبنقول لنفسنا كمان الكلام ده. مهم جدا ان احنا نبدا شهر كده يكون تسامح، وكمان احنا نتسامح من جوانا. ف دي نقطه كويسه. انا بقى عايز اسالك معلش قبل ما ندخل عشان نبدا بنفسنا، احكي لي بصراحه جدا موقف انت مع حد كان مضايقك جدا جدا او اساء ليك او حتى وصل لمرحله ان هو ضرك وانت دلوقتي تقدر تقول انك مسامحه. لا بصي، انا عموما من النوع اللي مبدئيا كده بكبر دماغي عند الامور اللي في مساحه تكبير الدماغ فيها، لكن بتبقى مشكلتي الحقيقيه لو الاساءه دي جايه لك من حد مثلا اكبر منك في السن. لو مش عارف ترد عجزة. يعني الموضوع خلاص بينتهي وبطلع انا مهزوم من الموقف. لكن في حقيقه الامر بكون سعيد ان انا ما تسببتش لحد مثلا اكبر مني في السن في اي احراج في اي كلام من ده. بس انا عموما بميل للتسامح، تركيبتي الشخصيه بتميل اكتر لده. ما بحبش ادخل في احساس الضغينه ان انت جواكي حاجه. طب والله برافو عليك. فاهمه؟ بس ما دي برده مش سهله على فكره. مش سهله ابدا، بس عايزه اقول لك بقى الحاجه برده، اعترف انا انا ما كنتش كده بقى. انا كنت من النوع اللي لما حد يضايقني اقعد شايله في نفسي كده. بعد كده مرنت نفسي وكتير اتكلمت مع ناس يعني بثق فيهم قالوا لي نهوان انت حتى ما تضايقيش نفسك او ما تشيليش جواكي وبلاش ان انت تكتمي علشان ده بيضرك انت شخصيا. لو حد ضايقك او حاجه حاول برضو تتغاضى في بعض الاحيان، بنسبه كبيره الموضوع بيعدي، وفي نفس الوقت انت في الاول في الاخر بتبقى اشتريت راحتك. صحيح. فدي نقطه مهمه بنكررها مره ثانيه، ان شاء الله رمضان ده يغير فينا كتير، مش بس ان احنا نصوم ونصلي ونعمل العبادات المفروضه علينا، لا كمان نتغير من جوانا بإذن الله.